بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح الإضافات على برنامج الأوتوكاد، وهنتكلم عن بلجن جديدة اللي هي الدروينج بيرج. طبعا إحنا بنضيف عن طريق أوتو ديسك أب ستور، والإضافات اللي أنا بضيفها أو ضفتها قبل كده وشرحتها لكم بتبقى فري زي ما إحنا شايفين كده، مجانية. كويس، إحنا النهاردة هنتكلم عن دروينج بيرج. برج زي ما احنا عارفين اللي هي حذف اي حاجه موجوده في الملف غير مستخدمه، وده بيقلل لي من حجم الملف. يعني انا عندي في لاير مش مستخدمه بتشيلها لي، في خطوط مش مستخدمه بتشيلها لي، ايا كان الموجود فبرج بتشيله لي. درونج برج هنعرف ازاي نتعامل معاها. اول حاجه لازم ان احنا نحملها، بنعمل لها داونلود، وزي ما قلت قبل كده لازم يكون لينا اكونت على اوتوديسك عشان نعمل داونلود. داونلود سهل جدا، بندوس عليها وبيخلص الداونلود، بتتحمل تلقائيا على برنامج الاوتوكاد. هنروح على برنامج الاوتوكاد ونشوف ازاي هنتعامل مع الاضافه دي. عندي زي ما احنا شايفين نزلت لي اهي بيرج وباتش بيرج، الاثنين دول اللي نزلوا لي، دي الاداه اللي نزلت لي، بتنزل لي على اد انس في برنامج الاوتوكاد. عندي هنا المنيو بار اهي موجوده اد انس، لما بفتحها عندي جميع الملحقات اللي انا عملتها قبل كده، البلاج اللي انا عملتها واللي شرحتها في الدروس السابقه. عندي 6 اضافات انا عملتهم، ودي 7 اضافه اللي هي البرج والباتش بيرج. طيب احنا الاول هنتعامل مع البرج. طبعا ممكن ان انا ادوس عليه على طول او بكتب تحت هنا في الكوماند بيرج بالشكل ده كده، فهو هنا بيقول لي دي دبليو جي بيرج، مش برج لوحدها، لا هي دي دبليو جي بيرج، هي دي اللي انا بتعامل معاها. خلاص، هنا بقى على طول عمل لي بيرج للفايل اللي موجود، قال لي ان كان في لايرز 3 بيرج شالهم 3 بيرج، عندي اللاين تايب شال 1، الدايمنشن 2 عمل بيرج ل2، تكست ستايل 2، الباقي 0 لان مش موجود. حدد لي الحاجات اللي موجوده في الفايل والحاجات اللي عمل لها بيرج، يبقى دي ميزه بيرج ان هو بيعملها لي على طول. طيب هنيجي عند باتش بيرج، ودي خاصة بأكتر من ملف، يعني أنا أكتر من ملف ممكن إن أنا أعمل له بيرج مرة واحدة، ودي ميزة حلوة جدا في الأداة دي. عندي هنا سيلكت فايلز، ممكن إن أنا أختار فايلات، فأنا مثلا عندي الفايلات دي كده بدوس عليها كلها بالشكل ده كده، بختارها مثلا، بختار ال6 فايلات دول أهم، ممكن أختار ده كمان أقول له كنترول بختاره معايا، وأجي أهو كمان وبعمل ده كده، ادي عندي اكتر من فايل ممكن ان انا اختارهم واقول له اوبن. خلاص انا حطيت الفايلات، بيقول لي هم 11، باجي هنا بدوس على بيرج زي ما شايفين، بعمل لي بيرج لكل الفايلات مره واحده، وهنا بيحدد لي اهو زي ما احنا شايفين. لو جينا كده عندي اللايرز، عندي اللاين تايب، عندي الماتيريالز، عندي انوتيشن، بيحدد لي الحاجات اللي عمل لها برج اهي موجود عندي هنا فوق، شايفين المنيو اللي موجود عندي هنا فوق اهو بيحدد لي فيها اهو، يعني شايفين فيجوال ستايل، تيبل ستايل، كل الحاجات اللي موجوده في الفايلات دي، الحاجات اللي اتعمل لها برج بيحددها لي. يبقى ده ميزه مهمه جدا ان هو ممكن يعمل سيلكت لفايلز، عدد اي عدد من الفايلات ممكن انا اختارها مع بعضها واعمل لها برج مره واحده. عايزه هنا اشيل الفايلات اللي انا عملت لها بيرج، بعمل ديليت من هنا فبيشيل لي كل الفايلات. ممكن ان انا اعمل سيلكت فولدر بدل ما انا اعمل سيلكت فايلز، باخد فولدر على بعضه. عندي هنا الباتش بيرج سيتنجز اللي هي الاعدادات بتاعتها، ممكن ان انا ما اعملش سيف للدروينج، هنا انا طلبت ان هو يبقى ريبليس اوفر رايت دروينج، ممكن ان انا اعمل سيف تو ديفرنت فولدر في فولدر تاني وبختار مكان الفولدر. طبعا هنا سيف فايل از الكرنت فيرجن اللي هو موجود، او ان انا بختار اي فيرجن من الاوتوكاد اللي هنا. كويس، وعندي هنا جنرال اوبشنز، دي حاجات اللي انا بختار ان انا اعمل لها بيرج بدوس عليها من هنا. عندي بعد كده دروينج بيرج سيتنجز، هنا اولويز بيرج اكس ريف، دايما بعمل بيرج الاكس ريف، او بروموت تو بيرج اكس ريف، او نيفر بيرج اكس ريف، او ما بعملوش. هنا برضو اختيارات او اعدادات، يبقى كل دي اعدادات للباتش بيرج ممكن ان انا اختارها.
بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. زوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.